كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. صليح أبيض. قبل ما تبدا سلاح ابيض اليوم اجا خلينا نحكيوا بعد شويه موبايل نيوز زاد باش تجينا بعض الاخبار الهامه جدا اليوم على الصباح. بالضبط رئيس الحكومه السابق ياسر فخفاخ مشكوك اللي هو مريض بالكورونا. الحاجه زاد الخايبه انه هو كان حضر صور في برنامج تلفزي برنامج عبدلي شو تايم. زاد بلال بيجي البارح عمل بوليميك كبيره برشا كيفاش حكى انه ثم زاد فريق نتاع برنامج تلفزي كان ملموم في حفله وكان في وسطهم ليك نتاعو بلال بيجي اللي هي رانيا كانت حاضرة وهي مريضة بالكورونا وقال إنه فما إمكانية الفريق كامل مريض. تفاصيل كل نخذوهم بعض به دونك تعطينا ليستة شكون حاضر وشكون لين بعض في نعطيكم الليستة حاسب الستوري نعطيكم الليستة لا يخفى على أحد خاطر ما هي سواري بريفي هي أي ما هو ليه أسمع شو ما مش في إطار التشهير أو هذايا لا بالعكس أما في إطار التوعية معناتها يدخل أكثر بما انه لعلش فما شكون يكون مخالط حد من هذوما اللي كانوا حاضرين دونك ان شاء الله لاباس ان شاء الله ربي معناتها يلطف بيهم ديجا ان شاء الله ما يمرضوش باذن الله اما الاحتياط يكون واجب. رجعك للفين بعد ما تكمل ولا كيما يساعد انت ضامن بون احنا باش نحكي في موضوع يشبه لذي يمين هو الفساد في تونس قاعد ينمو والصابه نتاعو تنجم تطيح تنجم تطيح على صابه الزيتون. يعني احنا في فتره وباء كورونا ربي يلطف بينا ما فماش حاجه ما وقفتش وما تعطلتش والفساد تبركل الاسهم نتاعو طالع. انت كي تسمع ترى عناوين كيفكيه تقراها مثلا في برشا مواقع من الموقع نتاعنا تعتبر ارى النواب وموظفو الحكومه في صداره المورطين في الفساد. المواطن التونسي يساهم في الفساد ويقدم الرشاوى للشرطه. 42% من المستجوبين يقبلون استهلاك بضائع مهربه. هذا كل كلام ما نفهمش يا اخي ذي تونس انا ولا بلاد اخرى ما نعرفش عمدولة ولا كولومبيا. احنا الفساد قريب يعملوا له باتين ده في البلاد ما فماش حاجه في تونس ماهوش مشكوك فيها. حتى كيف تمشي الطبيب مثلا تبدا يعرف تسال ابعثوا لي الطبيب تعرفوه ديما خايف يروح. خلينا نبداو احنا ساعه ونبداو بالنظام افزدوا بالواحد لبلاد ذيكا. يقول لك حسب سبب الاراء هذيا النواب وموظفي الحكومه في صداره المورطين في الفساد. شنو رايك؟ ساعه لحظه برك يعني منهم الحكومه تحكي عليها انت والله معناها احنا ما شاء الله تونس كامله فاسدين معناها ما يتعاركوا جيت على الصداره. انا برك السؤال الوحيد اللي قاعد محيرني هو بلي المراتب الاخرى شنو هي معناها هكا هو يقول لك راه هنايا حكومه احنا سنه عندنا ثلاثه حكومات واحده تحت من الاول ثانيه بتكبت ثالثه ما تطمنش اما الحكومه تجمني فهمتش انا اش مدخلها. وزيد دراسه هذه الحقيقه هي تقصد معنا اكثر موظفي القطاع العام والاداره وتبارك الله باش تفهم قداش قوي الفساد في تونس. فما صداره ووصافه ويلعبوا على التيوح معناها باش تفهم شامبيونها كامل بالك شيء هذا كله تابع الاداره الرقميه والتسهيلات. خذوا الامور ببساطه ساعات حاجه كيف هكا تسهل الامور. المواطن التونسي يساهم في الفساد ويقدم الرشاوى للشرطه. شنو رايك في كلام كيف هكا؟ لا جميل ماناش نقدموا في الرشاوى اي ماله مثلا بوليسي وقفك على خطيه باش في عوض معناها الخطيه تقعد تمشي انت قباضه وتاكسيات وكذا هو يرتحك من هذا الكل وتخلصها عنده وبسوم اقل زاد يعمل كريميز هكا باش نربحوا الوقت والمصروف وكذا. حتى الخطيه شنو هي؟ خطيه تكون صغيره باللي ما تبعها بالتاكسيات وبالوقت وبالوقفه وكذا تولي تتكلف برشا دونك هكا فاز نتاع شهر خسالك هو في دقيقتين تمد له تاك تاك شد مد يا احمد الحمد لله يا ربي. هذه الاداره الرقميه اللي حكى عليها الشاهد باش يسرع لنا في الامور والكل العالم الكل راه تبارك الله يتعامل بالفلوس يتعامل بالعمولات. احنا مثلا نتعاملوا بالقهوه برمي الحاجات اللي نتعاملوا بها في الفلوس هي معناها شنو الحل كي يكثر فساد بالطريقه ذي اي حاجه كي تكثر لازمها حل. هو يلزم يكون فم إيكيليبر في الحكاية بما أنه عنا هيئة مكافحة الفساد واللي يعني عنا هيئة متاع الفساد قطاع مهم مش معناه خلينا نظموه اللي فيه إدارة اللي فيه كذا معناه هو الفساد ماشي ويكثر معناه عليه ما تعملوش ده وزارة هكا وتعملوا الوزير الفساد وإدارة وكذا وخليه تنظف علاش ماشي كيكة معناه نظمونا القطاع أخوي نظمونا القطاع. وفي الختام يبقى سؤال كان نعمل وزير للفساد شكون ما نحطوش؟ صليح أبيض.